كما تم رمي تمثال الزعيم لحبيب بورقيبه، خاطر بورقيبه هو من مكونات اللي كنا تحب ولا تاكر، هو باني الدوله التونسيه الحديث، تجيش تزايد عليه ما يضربش التمثال بتاعه بالبيض معني. إسقاط هيبة الحبيب بورقيبة أنا في اعتقادي مش إسقاط لهيبة الدولة. إسقاط لهيبة العصاء، القمع، الدكتاتورية. هو نحن ما كناش أول ناس يكتبوا في الصنبة، أول حد كتب في الصنبة غاسم بوعز، وبعد نحن، وبعد كل مرة مانيش مسامح أتحفونا في الصنبة. رجلوا لها أمورها بنات 17 مجموعة 17 متاع منزل بوزيان كتبوا. حبينا نقولوا راهو معناها من عهد بورقيبة، وإحنا من هذيك التاريخ الأول اللي إحنا المرأة محجورة فيه معناها. فهمت بورقيبة كان هو الصورة اللي عطاها للمرأة الحرية وكل، لكن نحن في منزل بوزيان ما عطانا حتى شيء. ثم ناس معناها مازالوا يمنوا بالقدسية متاع بورقيبة وما يخموش في الشعب معناها. بالحق الشعب هو مقدس عندي أنا أكثر من أي صنبة موجودة في العالم الكل معناها. هو كان زعيم معناها في وقته، هو ما عملوا زعيم، لكن احنا معناها الشعب هو اللي كان حاكم وكان هو السلطة وكان هو كل شيء. والزعامة نشوفها لنا احنا والجدادنا اللي كانوا ثوار، وجينا معناها بالحق خاطر هما زرعوا فينا الدم ذاك واحنا نكملوا في المشوار نتاعهم. يعني الزعامة لنا احنا اللي نكملوا في مسيرة اجدادنا الثوار. بعض الشباب خاصة اللي معذورين هما ما قراوش ربما تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ تونس كما ينبغي، يراو لانهم تعلموا او اختطفوا بعض معلومات على بورقيبه من اباهم او من وسائل الاعلام فقط، انه بورقيبه رجل الاستبداد فقط، وبالتالي يجب ايضا الانتقام من بورقيبه او كرمز بورقيبه. بورقيبه يمثل الدوله، سياسات الدوله، سياسات الدوله اللي وصلت المكنسي في الفتره هذه كانها تحتاج، وقبل انها تزيد تحتاج مره اخرى تشعل مره اخرى، هذا العادي. بورقيبه يمثل القمع بالنسبه لنا نحن. بورقيبة هو اللي أنتج نظام 7 نوفمبر، ونظام 7 نوفمبر هو اللي أنتج البيجي قايد السبس، واللي صار بعد 2013 هي إعادة رسك للنظام 7 نوفمبر. ذاك علاش نحن كتبنا في الصنبة يسقط نظام السابع. كيف جاء بعتيلي السبسي في إطار عودة الدولة وهيبة الدولة والمصالحة مع الماضي، وسبسي من جملة الحاجات اللي استعملها أنه يحب يعيد أنه بورقيبة، هو برجيبي، وبالتالي كل البرجيبيين الدساترة والتجمعيين وكذا هم وراءه، هو كان حامل نوعا ما راية برجيبي. إذا كان حامل راية برجيبي سيعيد رمز برجيبي، هو رمز برجيبي، هو الصنبة تاع برجيبي، التمثال تاع برجيبي. لكت هذيك ما كانتش فيها تهجم على برجيبي. بالعكس، إذا كان بورقيبة هو المؤسس الجمهورية وهو كذلك مؤسس الجمهورية في تونس، فإنه هذيك حاجة تعزز الرسالة لرئيس الجمهورية الحالي. إذا كنت أنت تسير على نهج بورقيبة مؤسس الجمهورية، فإنه اللي باقي يصير ما هيش ممارسات، تصير في جمهورية بالمعنى الحديث للكلمة. وعلى ذلك جات ولدك في دارك على الصنبة باش توصل للرئيس الجمهورية وتحرجه. انت يلي تتبع في بورقيبة مؤسس جمهورية، ماكش باقي تمارس في ممارسات بتاع جمهورية بالمعنى الحديث للكلمة، وباقي تفسح في المجال لولدك باش يتدخل في إدارة شؤون البلاد. في الوعي الشعبي الآن، وخاصة كل ما نتقدم في العمر، لا يجب أن ننسى هذه الشخصية غادرت الساحة السياسية منذ عقود، فما بالك بأشخاص شباب لم يعيشوا أولاً الوضع الذي كانت فيه هذه الشخصية متزعمة للدور الأول وتحتكر الدور الأول السياسي في البلد، إذن لم تتعرف مباشرة إلى هذه الشخصية. ثانياً، هي تعايش أوضاعاً سياسية واجتماعية واقتصادية
تناقض الصورة التي تراد أن تقدم، يراد لها أن تقدم لهذه الشخصية. هم يعانون الفقر، يعانون البطالة، يعانون ما يسمونه تهميش، ما يسمونه إقصاء من الحياة السياسية إلى آخره. والخطاب الرائج أكثر والسائد أكثر هو خطاب لا يعترف بهذه النقائص أو لا يعتبر هذه النقائص مثلبة في هذه الشخصية. مش كلام تاع شاعر وعاطفة وكذا. شارع راهو شارع الحبيب بورقيبة، معناها شارع 14 جام في توا نورمالمون اسمه، ماتت فيه عباد وخرجنا فيه وتوقفنا فيه وتضربنا فيه وتعدت فيه جثة شكري بالعيد، تعدت فيه جثة محمد الإبراهيمي، تعدى فيه جثة الشهيد اللي ديكلونش الأحداث نتاع 14 جام في العشية بعد ما تلافى. دونك لفيت انه بورقيبة كاحنا توا انا كشاب نعتبره رمز نتاع رمز من رموز الفساد اللي توا احنا نعانيو منهم، معناها أعمال وأفعال كيما عمل بيه كيما عمل برشا خايب، البرشا خايب نتاعو لتو نعانيو منه. دونك بعد 7 سنين ولا 6 سنين من الثورة، ما أنا نعتبرها حاجة حتى قلة احترام للشعب هذا أنك تجي تحط صمبت بورقيبة في الشارع اللي ما بين ظفرين كان كاتاليزور الأول للأحداث اللي حتى لتو قاعدين نعيشوا فيه. الآن ما هي خطورة المسألة؟ خطورة المسألة هي أننا في حقيقة الأمر لم نتوفق إلى بناء سياق يسمح ب فلنسمي ذلك مناقشة هادئة وموضوعية حول هذه المسألة. يراد للصور الملمعة وللرموز المبنية في الخطاب وفي الوعي السياسي وعن طريق حتى بعض الخطابات الأكاديمية والفنية كما أشارت إلى آخره، يراد لهذه الصورة أن تكون موجودة واقعا أولا عن طريق هذا التمثال في ذلك الموقع بالذات إلى آخره، وصورة في أذهان الناس من دون نقاش، من دون حوار، من دون أن يسمحوا لوجهات النظر الأخرى بأن تتحدث أو بأن تقدم وجهة نظرها. إذن هذا الرمز يحتاج إلى البوليس لحمايته، ويحتاج إلى الضابطة العدلية حتى تضبط من له الحق في أن يحاوره وبأي طريقة إلى آخره، بل هو يحتاج إلى جهاز عدالة يحاكم من يجرؤ على أن يقول إن له بعض الاختلاف أو له وجهة نظر أخرى أو له يعني رأي يحاور به الآراء القائمة إلى آخره.